في كنيسة شهداء الأردن اللاتين بمرج الحمام، احتفلت الرعية بمنح سري المناولة الأولى والتثبيت لعدد من أطفال الرعية. جاء ذلك خلال قداس إلهي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي، مطران اللاتيني في الأردن، بمعاونة الأب أشرف النمري راعي الكنيسة، وحضور الأب بشير بدر كاهن رعية اللاتين في نعور وجمع من المؤمنين. وفي عدة القداس تحدث سيادة المطران الشوملي عن الروح القدس ومواهبه، مركزا سيادته على التعريف بنعمة سري المناولة والتثبيت، وكيف يصبح الإنسان المسيحي قويا بهذه النعم لأجل أن يفتخر بإيمانه ويدافع عنه ويبني حياته على صخرة الإيمان. الطقي بحب يصلي، بحب يجي يوم الأحد على الكنيسة، بحب يتناول يعترف. الطقي بيصلي في البيت، بيصلي قبل الأكل يشكر الله على الأكل. الطقي أول ما يقوم من النوم قبل ما يشرب قهوة بذكر اسم الله، بشكر الله على ليلة مريحة. التقوى موهبة مهمة، من خلال التقوى نحن نتذوق الصلاة، يعني منحب نصلي، منشعر حالنا في الكنيسة في بيتنا، بيتنا الأول أو الثاني مش مهم اللقب، لكن ننبسط نيجي على الكنيسة لأنه هذا بيت الله وبيت الشعب المؤمن. أول مناولة هي الأولى، بتبعها المناولة الثانية والثالثة والرابعة، منضلنا نتناول لكل حياتنا لأنه نحن بحاجة إلى غذاء طيلة العمر. يسوع قال خذوا كلوا هذا هو جسدي، أمر خذوا اشربوا هذا هو دمي.